رغم الدعوات لوقف الحرب في السودان، لا يبدو أن ثمة حلحلة قريبة للأزمة. ذلك ما تعكسه الأوضاع على الأرض، وكذلك تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. الأخير أكد استمرار المعارك في كل البلاد، ورفض أي دعوة للمصالحة مع قوات الدعم السريع. بل ذهب البرهان أبعد من ذلك، إذ رحب بتسليح ميليشيات، قال إنها مقاومة شعبية ضد قوات الدعم. الشعب السوداني كله داير يتسلح عشان نحمي مع الجيش البلد. نحن بنستقبله الآن شباب بيعدوا نفسه للقتال، المنضوين في مجموعات المقاومة الشعبية. نحن نقول لهم تعالوا انضموا قاتلوا مع الجيش، ما تعالوا انضموا قاتلوا مع الجيش، وأي زول بيقدر يشيل السلاح يجي ينضم مع الجيش يخش يقاتل مع الجيش. تصريحات البرهان يقول البعض بأنها قد تزيد من تعقيد الوضع، خاصة وأن الخطوة إن تمت فإنها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل ميليشيات مسلحة وانتشار السلاح. والمفترض حسب كثيرين من قائد جيش نظامي أن يدعو إلى العكس من ذلك، ويرفض أي دعوة لانتشار السلاح وسط المدنيين. فيما يرى آخرون أن تصريحات البرهان قد تؤشر إلى بدء تراجع قدرات الجيش وعجزه عن الحفاظ على مواقعه، كما أنها تعكس جنوح البرهان لخيار الحل العسكري في الوقت الذي أبدى فيه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو انفتاحه على الحل السياسي، وظهر ذلك من خلال زيارته لدول خارجية لشرح رؤيته للحل. تطورات يبدو أنها تعيد الوضع في السودان إلى المربع الأول، وتوجه ضربة قاسية لجهود حل الأزمة دبلوماسيا، جهود ما زالت تكثفها منظمة إيجاد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين، وتنظيم لقاء بين البرهان وحميتي، لقاء تأجل أكثر من مرة. وفي ظل التصريحات الأخيرة للبرهان يبدو أنه بات أمرا مستبعداً.